الا مشيناش له حتى لو كنت مشغول يجي الكاتب العام كان كيف عم شغل المدير راه كان شي نوت ديوان كيف انت غادي يكبر هذا وهذا المعرض المغرب كان سباق منذ زمن لا زلت اتذكر عندما كنت مستشار سيجطو وكانت هناك اول لجنه وطنيه لتكنولوجيا المعلومات اللي بدات من 98 واشتغلنا حتى تقريبا 2008 واصدرنا انذاك اول جدادة حول ما يسمى بالخدمات عن بعد للتيلي سيرفيس الان تسمى كل ما هو ديجيتال ابلكيشن وفي 2003 يعني الحكومه انذاك 2002 اصدرنا ما يسمى بالمغرب الرقمي إيماروك وكان لي الشرف طبعا ان اكون منسق الوفد المغربي اللي حضر القمه العالميه لمجتمع الاعلام او مجتمع المعلومات ومجتمع المعرفه واللي كان في تونس لان كانت القمه الاولى 2003 كانت في جنيف وكانت القمه الثانيه في 2005 اللي كانت في تونس وعرضنا هذه الاستراتيجيه الوطنيه وبالتالي المغرب ثم كان اول تكنو بارك بالدار البيضاء كانت بنايه للجمارك ولكن تم اتخاذ القرار يعني ان يتحول هذه البنايه لاول تكنو بارك لاحتضان يعني الشركات المتخصصه في الديجيتال وبعد ذلك اصبحت جميع الجهات الحمد لله تحتضن للتكنو بارك وكما قلت الحمد لله عندنا شركات مغربيه التي اصبحت شركات عالميه ملتي ناسيونال كثير من الشركات في المجال المالي في مجال البنوك في مجالات متعدده انا اعتقد بان المغرب يعني يحتضن الان شركات عالميه اخرها كما سمعتم ان شركه وكان لي الشرف طبعا ان استقبل وفد منها لما كنت وزير انها تريد ان يكون عندها مركز رائد وتبحث الان على مئات المهندسين والتقنيين في هذا المجال فالمغرب مؤهل ان يحتضن هذا الاقتصاد الرقمي يعني ومازال امامنا فرص كثيره جدا يعني كثير من الدول سبقتنا مع الاسف الشديد تاخرنا بعض الشيء ولكن اعتقد المؤهلات البشريه المؤهلات يعني مناخ الأعمال يشجع أن نذهب بعيدا في مجال الاقتصاد الرقمي وتطبيقاته في كافة المجالات بما فيها المدن الذكية طبعا ستكون لي فرصة أن أتحدث عن المدن الذكية المدن الذكية ليس بالضرورة هي المدن التي تستعمل التكنولوجيا ممكن أن تكون مدينة ذكية حتى بأقل تكاليف تكنولوجية ولكن مع الآن الذكاء الاصطناعي مع التقدم الرقمي يمكن للمدن ديالنا أن تقدم الخدمات وأن تكون فضاء قابل للعيش باستعمال هذه التكنولوجيا أحسن استعمال وفي نفس الوقت ممكن أن تقدم خدمات جيدة للمواطن للمستثمر للشركاء أعتقد هذا ممكن والحمد لله عندنا من الخبرة ومن الكفاءات ومن الجامعات ومن الموارد البشرية ومن الإمكانيات ومن التجارب ومن الشركات وأيضا من الشركات اللي يمكن تأهل المدن ديالنا أن تذهب بعيدا في هذا المجال التي تعيش على وقع تحولات هيكلية وتنموية واعدة هذا الحدث الاستثنائي الذي تستضيفه الجهة وينظم